فمن الناس من يرزقه الله خلقا حسنا وخلقا حسنا، فيجمع له بين الأمرين حسن الخلق وحسن الخلق. ومن الناس من يفقد الصفتين، لا خلق حسن ولا خلق حسن. ومن الناس من يعطى خلقا حسنا ولكن ليس له خلق حسن، كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومن الناس من يعطى خلقا حسنا ولا يعطى خلقا حسنا، فالله جل وعلا حكيم في خلقه وعطائه. وعلى كل حال، من رزق حسن الخلق فإنه رابح، سواء كان خلقه حسنا أو كان خلقه غير ذلك. أما جمال الظاهر مع قبح الباطن فهذا لا يعطي إلا الخسارة.